طيب بين نوع المجموعة، بين نوع المجموعة الصبغية، يعني نون أو اتنين نون في الكائنات التالية، فإما أحادية نون أو ثنائية اتنين نون. هنقول الخلايا الجسمية في ذكور، الخلايا الجسمية في ذكور نحل العسل ده واحد، وخلايا الطحلب السبايروجيرا ده اتنين، والسبوروزيتات في بلازموديوم الملاريا تلاتة، والميروزيتات في بلازموديوم الملاريا أربعة، والأطوار المشيجية لبلازموديوم الملاريا خمسة، وكيس البيض لبلازموديوم الملاريا ستة، والأمشاج المذكرة والمؤنثة سبعة، والجرثومة تمانية، والطور المشيجي لنبات الفوجير تسعة، والسابحات المهدبة، السابحات المهدبة في نبات الفوجير، والجسم القطبي، كلهم دول واحد نون، كلهم واحد نون. طيب بين نوع المجموعة، بين نوع المجموعة الصبغية، يعني نون أو اتنين نون في الكائنات التالية، فإما أحادية نون أو ثنائية اتنين نون. هنقول الخلايا دي عشرة، والجراثيم الصغيرة في متق الزهرة، والنواة الذكرية لحبة اللقاح، ونواة الكيس الجنيني اللي هي النواة القطبية، ونواة خلية البيضة، والخلايا المنوية الثانوية، والطلائع المنوية، والحيوان المنوي، والخلايا البيضية الثانوية، والبويضة، والجسم القطبي، كلهم دول واحد نون، كلهم واحد نون. طب أمال اتنين نون هيبقى ايه؟ هيبقى اتنين نون عندنا أول حاجة الخلايا الجسمية في إناث نحل العسل اللي هي الملكة والشغالات، اتنين الخلايا الجسمية في حشرة المن، تلاتة اللاقحة أو الزيجوت، أربعة اللاقحة الجرثومية أو الزيجوسبور، الزيجوسبور في طحلب السبايروجيرا، خمسة الطور الحركي لبلازموديوم الملاريا، ستة الطور الجرثومي لنبات الفوجير، سبعة الخلايا الجرثومية في نبات الفوجير، تمانية الخلايا الجرثومية الأمية، تسعة أمهات الماني، عشرة الخلايا المنوية الأولية، 11 أمهات البيض، 12 الخلية البيضية الأولية. دول كلهم بيبقوا ايه؟ بيبقوا اتنين نون.